هو نظام غذائي أو نمط معيشي أكثر من أنه علاج لمرض معين، بالأخص في الأطفال اللي يوصلوا مرحلة أنه يقدر يأكل الطعام الصلب أكثر من اعتماده على الحليب. يصنف الأطفال النباتيين إلى أصناف متعددة، فيه من الأطفال نباتيين صرف لا يأكل أي أنواع من أنواع المشتقات الحيوانية، سواء كان لبن أو بيض أو لحوم حمراء كانت أو بيضاء. ويوجد أنواع من الأطفال النباتيين اللي يقتصر أكلهم على أنواع الألبان فقط، وهناك من يقتصر أنواع على أنواع البيض ولا يدخل في النظام الغذائي أي نوع من أنواع اللحوم سواء كانت حمراء أو بيضاء. هنا يجب التركيز على الأم بالأخص، التركيز على نوع الأكل اللي يجب أن الطفل يتناوله بعيدا عن أي العناصر اللي تسبب له حساسية. في الغالب حساسية الأطفال ضد حليب الأبقار في الغالب مع مرحلة السنة الأولى أو السنة الثانية، ربما حتى السنة الثالثة الجهاز الهضمي والجهاز المناعي يتطور فتنقص الأعراض وتختفي تدريجياً.